ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. مروان موسى، ربح صافي. انا مبسوط جدا. مروان موسى، خلينا نخش على طول الفيديو. ليتس جو. بحس ان انا بسمع بداية اغنية اجنبي، مش ما بنبسط. سنة في التانية واحنا في الدوام، ضيعت البوصلة بس وصلت بالسلام. ثواني افتكر بس مين اللي قال لي اللي قال لي على الاغنية دي؟ اسمه احمد اغيالا. وانا بنطق اسمك صح ولا غلط؟ بس عامة انا بشكرك على الاغنية، ما كملتهاش. اوكي، انا الرياكت لسه ما كملتوش، بس واو. انا بحب الحاجة اللي هي اسمعها من اولها كده، اللي هي تعجبني، اللي هو تخش دماغي، اللي هي ايه يعني. خلينا نكمل. انا مبسوط. مش حدني في التانية واحنا في الدوام، ضيعت البوصلة بس وصلت بالسلام. بوصلة، عشان كان في اغنية اسمها بوصلة تقريبا، صح؟ لسه صاحي عايز ربح صافي، بموت احساسي بتغدى على الماشي، مفيش حاجة كتير عليا بشيل الهموم على كتافي. ايه راجل وعارف مقامي، عمري ما رجعت في كلامي. محدش حاسس ليه باللي جوايا، كله اختفى وقت الترباية، مش عارف انت معاهم ولا. تقريبا دي الاغنية الوحيدة اللي اقدر افهمها من الاغاني كلها. الاغاني التانية انا بعشقها على فكرة، يعني برضو شيراتون اكتر اغنية اللي بجد مش لاقي زيها. شيراتون انا عجباني جدا. سيبكم من فيديو كليب، الاغنية، طريقة الغنى، كلام مش مفهوم، طز مش مهم، بس اغنية حلوة يعني تسمعها، اللي هو جميلة. دي برضه هي دي برضه حلوة، بس مش زي شيراتون. وعلى فكرة انا افكر اجيب اخويا ان شاء الله يعمل رياكت معايا، لان اغنية شيراتون مش عاجباه، فانا عاجبني ان هو رأيه مختلف عن رأيي، فهيبقى ايه رأيكم اجيب اخويا؟ اوكي، لان هو مختلف عني. اوكي، هو تقريبا بيسمع برضه عربي، انا ما بسمعش عربي، هو اكبر مني، بس انا بفكر مش عارف، لان هتبقى جميله، هيبقى في رايين. انا مثلا حاجه عجباني هو مش عجباه، حاجه هو عجباه حاجه انا مش عجباني، هيبقى في تغير راي، هيبقى جميل، لان برضو دي حاجه المفروض الناس برضو تفهمها، ان احنا راينا مش هيبقى زي بعض. اوكي، فانتوا بتتفرجوا على واحد بيعمل رياكت، هيقول رايه حلو مش وحش كده، يعني حلو مش وحش. معنى خلينا نكمل الرياكت. مش باي افكر فيها احطك في المراية، سنة في التانية واحنا في الدوامة، هنضحي باللي مش على هوانا. بحب في حتة بتخليك كده، اللي هو تعالى، عارف انت حركة علي ربيع، اللي هو تعالى، لو عرفت اجيب الحتة دي هتبقى تحفة. مستر خلاص تعال. ايوه، هتعمل ايه بعد كل ده؟ بس تعال. لما اشوفك اعرف بيحبوني وانا في صفا، بيحبوني وانا في اي حته بيحبوني، ليش في الكلام العمر في صفا، بيحبوني وانا في اي حته. انا في دقيقه، انا لسه في دقيقه وعم بتكلم عن كمان اغنيه. ما بحبش اتكلم في همومي، ايه احنا الوحيد اللي كده. وانا ما بحبش اتكلم في همومي، احيانا بحب، احيانا مش على طول. همومي، ايه احنا الوحيد اللي كده، مش لوحدك، احنا الوحيد اللي كده. سنة في التانية واحنا في الدوام، ضيعت البوصلة بس وصلت بالسلام. انا مبسوط
انتوا شايفين الرياكت مختلف عن بقيت باشا صاحي عايز ربحي صافي بموت احساسي بتغدى على الماشي فيش حاجة كتير عليا بشيل الهموم على كتافي ايه راجل وعارف مقامي عمري ما رجعت بشيل الهموم على كتافي ايه راجل وعارف مقامي عمري ما رجعت في كلامي عمري ما رجعت في كلامي ويا العصابة في النادي اللي اشتراك هنا غالي قاعد عقمة مع ناسي لابس نظارة القذافي ظابط اداء زي تشافي كل العيال دي تسالي قول لهم قابلوني ليلادي ورا مصنع الكراسي عندي الفرقة هتخليني قول لهم قابلوني ليلادي ورا مصنع الكراسي عندي الفرقة هتخلي العيون مكسورة درع الدوري مش هيكفي في السوبر بتكلم دولي مع العيلة في المقصورة صوتك عالي بس ما يكسبش بطولة بس ما يكسبش بطولة اوعى سيرتي تيجي على لسانك سنة في التانية واحنا في الدوامة ضيعت البوصلة بس وصلت بالسلامة لسه صاحي عايز ربحي صافي بموت احساسي بتغدى على الماشي فيش حاجة كتير عليا بشيل الهموم على كتافي ايه راجل وعارف مقامي عمري ما رجعت في كلامي عمري ما رجعت في كلامي على فكرة عملت رياكت على تسلا اوكي بروحوا شوفوها يعني لو حد حابب اصلا يتفرج ما علينا كده خلصنا الفيديو يا رب يكون الرياكت عجبكم انا بعشق مروان موسى محدش هيفهم قد ايه اوكي بحب كل الناس اللي انا سمعتهم بس مروان موسى مش عارف من اول ما سمعته من اول مره وانا بحب مروان موسى اللي هو انت عارف يعني ايه اسمع مروان موسى واحطه عندي في سبوتيفاي اللي هو واو واو واعمل سيرش عليه بس مش اغانيه كلها اوكي خلينا نتفق في حاجه واحده ان مش اغانيه كلها حلوه اوكي فان بوي اوكي انا بقول ان اغانيه كلها حلوه بس في اغاني مش حلوه فان بوي اللي هو بالنسبه له لما بيحب حد بيبقى اي حاجه بيعملها لحد ده بيبقى بالنسبه له ان هو حلوه حتى لو هي وحشه يقول ان هي حلوه يعني يا ريت حد يجيب لي حاجه كده الراب اللي هو داخل فيه شعبي شويه ده ما بحبوش يعني ما مش هتلاقوا مني باور او مش هتلاقوا ان انا رياكت مش هتلاقوا مني كلام لكن حاجه الريتم بتاعها لذيذ زي ده كده هتلاقي مني هتسمع مني كلام هتاخد مني كلام في رياكت انا عملته فيديو قبل ده فيديوهين او فيديو قبل ده هتلاقي في الاول بحاول افهم هو ايه اللي بيحصل اوكي بحاول افهم كل ده بقى في الفيديو يلا اقول لكم تشوفوا